بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة 19 من محاضرات دورة الفيجوال بيزك 2010 وربطها بقواعد البيانات أكسس 2007. المحاضرة 18 اللي هي المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الفلتريشن باستخدام الديت. هو ده البروجكت بتاع المحاضرة اللي فاتت. لو جيت كده عملت F5 لازم الاول اروح اختار الديت، هقول له مثلا عايز الديت بتاع يوم واحد، وروح اعمل فلتريشن من خلال شو. هيقول لي يوم واحد عندي 2 اوردر، التوتال كوست بتاعهم اهو، والكاستمر اسمه شريف، لان انا اخترت من خلال الايه الديت تايم بيكر. طب في طريقة تانية؟ انا مش عايز استخدم الطريقة ديت، في طريقة اسهل بكتير. هروح على الزرار بتاع شو، دبل كليك، واروح اخد الكود ده كده كات، كل الكود، انا مش هشتغل بالزرار ده تاني. وبعد كده الاداة ديت اللي هي اداة الديت تايم بيكر دبل كليك عليها، دبل كليك عليها بيشغل لي ايفنت خاص بيها اسمه value changed مع اي تغيير في القيمة بتاعت الديت تايم بيكر. وبعد كده اروح اعمل بيست للكود، يبقى انا كتبت الكود في مكان تاني. وادي الزرار بتاعي، هشيله، هشيل الصب بتاع الزرار ده واروح على الفورم، انا مش محتاج الزرار ده خلاص. ده بس مجرد تعديل في البروجكت بتاعي. هروح اعمل F5، هختار بقى التاريخ اللي انا عايزه. اول ما اختار التاريخ هيروح يجيب لي البيانات، هقول له مثلا عايز 2، عايز يوم 3، عايز يوم 13، هيجيب لي البيانات اللي انا شغال بيها. بس بدل ما اضغط على الديت تايم بيكر وبعد كده اضغط على شو، لا اعتقد الطريقة دي اسهل بكتير. ده كان بس تعديل بسيط على البروجكت بتاع المحاضرة اللي فاتت. محاضرة النهاردة ان شاء الله اتمنى انها تكون شيقة. كل الفكرة ان انا عندي داتابيز اسمها لايبرري، هننشئها من البداية طبعا مع بعض، وعندي ده البروجكت بتاعي طبعا، ده الملف دوت اكس اي، دبل كليك عليه، هو ده البروجكت، وعندي طبعا الملف اللي اسمه library. اول ما اضغط دبل كليك على الداتا جريد الاولى دي خاصة بالاسر، عندي الاسر نيم والاسر فون والاسر ميل اللي هو المؤلف، بيانات المؤلف اسمه وتليفونه والايميل بتاعه. انا عايز كل الكتب طبعا، ده الداتا جريد بتاعت البوكس اللي هو بوك اسر وبوك تايتل وبوك برايس، المؤلف بتاع الكتاب، عنوان الكتاب وسعره. انا عايز كل المؤلفات بتاعت شريف. اول ما اضغط على كلمة شريف يجيب لي مؤلفات شريف. طب مؤلفات احمد، طيب مؤلفات هادي، اكيد شايفين ايه اللي بيحصل، كأني عملت كونكاتينيشن او عملت كونكشن ما بين، عملت ريليشن بمعنى صح ما بين التو تيبلز دول، عملت ريليشن ما بين التو تيبلز دول. فلو قلت له عايز شريف هيجيب لك البيانات الخاصة بشريف اللي هو مؤلفات شريف، وهنا مؤلفات احمد، وهنا مؤلفات هادي. هعمل الكلام ده ازاي؟ الكود ان شاء الله يكون بسيط جدا. كل الفكرة ان انا هروح افتح قائمة ستارت واعمل ملف اكسس جديد بلانك داتابيز، وهسمي الملف ده، هسميه مثلا، تعال نسميه نيو لايبرري، واقول له كرييت. طبعا هروح اخزن الكلام ده داخل الفولدر بتاعي بتاع داتابيزز، واقول له اوكي، واروح اقول له كرييت اسمه نيو لايبرري، رايت كليك على اول تيبل، واروح اعمل ديزاين فيو، واقول له الجدول الاول سميه اوثرز اللي هم المؤلفين، واوكي. هيكون عندي هنا اوثر اي دي واوثر نيم، وبعد كده اوثر ميل واوثر فون، كفايه كده. دي البيانات بتاعه المؤلف، رقم المؤلف، النيم بتاعه، والايميل، والفون. رايت كليك واقول له عايز داتا شيت فيو، طبعا هسيف وابدا اكتب بيانات، مثلا شريف والايميل بتاعه free for learn at hotmail،
والفون بتاعه 010-23-88-508. ومثلا عندي احمد، الايميل بتاعه احمد@yahoo.com، وادي اي تليفون، هكتب اي تليفون، وبعد كده محمد، محمد moh@yahoo مثلا، وادي التليفون بتاعه، بكتب اي تليفون يعني. عندي المؤلفين شريف واحمد ومحمد، ومثلا ناجي@hotmail.com، واكتب اي تليفون. يبقى ده اول جدول عبارة عن ID ونيم وميل وفون. هروح اعمل كرييت لتيبل تاني، رايت كليك واروح على الديزاين فيو واسمي الجدول ده، هسميه بوكس. يبقى اول جدول كان اسمه اوثرز، الجدول التاني اسمه بوكس. بوك اي دي، البوك اوثر مؤلف الكتاب، البوك تايتل، والبوك برايس سعر الكتاب. سعر الكتاب بس هخلي كرنسي. رايت كليك وسيف، رايت كليك داتا شيت فيو. الاوثر اسمه شريف، والتايتل كتب كتاب في البي اتش بي، سعره مثلا 25. احمد كتب كتاب في السي اس اس، سعره 20. شريف كتب كتاب تاني، الكتاب دوت مثلا في الاتش تي ام ال، وسعره 15. احمد كتب كتاب بعد كده اسمه مثلا فيجوال بيزك 2010، سعره 30. شريف كتب كتاب تاني اسمه مثلا CSS for beginners، for begin، سعره مثلا 60. عندي ناجي كتب كتاب او الف كتاب اسمه مثلا جي سكريبت، سعره 15، وهكذا. انا عندي المؤلفين شريف واحمد ومحمد. طيب نعمل كمان كتاب لمحمد. محمد ألف كتاب مثلا في الفي بي سكريبت، سعره مثلا 30. هذه البيانات بتاعتي. طبعا ممكن حد منكم يتوقع انا لازم اروح اعمل ريليشن ما بين الجدول ده والجدول ده عشان اشتغل داخل البيزك. لا، مش محتاج انك تعمل ريليشن خالص. طيب ازاي الجدولين هيسمعوا مع بعض من خلال الكود؟ المسألة بسيطة جدا، نفس الأكواد اللي احنا استعملناها، ولكن هضيف عليها بعض الإضافات البسيطة. خلاص أنا كده خلصت الملف دوت، ممكن أقفله. ولو حبيت تفتحه تاني أروح على الأكسس وأروح أعمل أوبن، أقول له داتابيزز، وحدد اسم الملف اسمه إيه، اسمه نيو لايبرري. هروح أوبن من خلال الإكسكلوسيف، واروح على داتا بيز تول انكريبت، وادي له باسورد 123، وادي 123، اقول له اوكي. يبقى انا عندي كده ملف مفروض ان هو متشفر. هروح على ماي دوكيومنتس داتا بيزز، الملف اسمه نيو لايبرري، هيفتح لي الباسورد عبارة عن اتنين تيبل، الاوثرز والبوكس، والاتنين من غير اي علاقه خالص ما بينهم، مفيش اي ريليشن بتجمعهم، داخل طبعا البرنامج بتاع اكسس. هروح على الفيجوال ستوديو 2010، وهروح اعمل كرييت لبروجكت جديد، وهديله مثلا اسم فلتريشن يوزنج تو تيبلز. عايز اعمل فلتريشن من خلال جدولين،
والجدولين دول هيكونوا طبعا في 2 داتا جريد مختلفين. هعمل فلتريشن من الاول للتاني. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح طبعا اقول له اوكي هنا، هروح على تولز وابدا بقى انشئ الداتا جريد بتاعتي. ادي الداتا جريد، ده البروجكت طبعا ممكن اديله اي اسم انا عايزه. بالنسبة للتكست بتاعه يعني الفورم ديت الأولانية هسميها مثلا filtration using two tables. هروح أكبر بس الفورم شوية كده. دي أول داتا جريد، ممكن أجيب ليبل وأكتب عليها اسمه، يعني هتكون خاصة بالأوثرز. دي أول داتا جريد. هروح أعمل طبعا الأعمدة بتاعة الداتا جريد ديت. هروح على الكورنر فوق خالص وأقول له عايز أعمل أد لكولم. أنا شغال على الأوثر أول حاجة، يبقى أحتاج الاوثر اي دي، وبعد كده اقول له اد. محتاج كمان، لو انت نسيت ممكن تروح على الداتابيز نيو لايبرري 1 2 3. انا شغال على الاوثرز والبوكس. الاوثرز اوثر اي دي ونيم وميل وفون. اي دي نيم ميل فون. author name، بعد كده author mail، واروح اعمل add. اخر حاجة هيبقى ال author phone. اقول له add و close. يبقى انا فعلا عندي id و name و mail و phone. طب بالنسبة للبوكس هيكون id ID و author و title و price. ID و author و title و price. هاخد طبعا الكود ده كده او ال controls دي زي ما هي كده، copy paste، وهبدأ اغير في البيانات ديت. بالنسبة للأسر هروح على البروبرتيز، هخلي الأسر بوكس، وهروح على الكورنر هنا. هروح أعمل إديت بقى للكولم. الكولم من الأول هيكون بوك أي دي، بوك أي دي. أما بالنسبة للتاني هيكون عبارة عن بوك أوثر، المؤلف بتاع الكتاب. هنا هيكون البوك تايتل، بعد كده البوك برايس. اقول له اوكي. يبقى انا كده قدرت فعلا ان انا اعدل في البيانات بتاعه الداتا جريد. الداتا جريد الاولى هسميها داتا جريد خاصه بالاوثر، دي جي اوثر كفايه. وهنا هتبقى داتا جريد، داتا جريد دي جي بوكس، والاولى خليها اوثرز مش اوثر. طيب فاضل لي بقى مجموعه من الازرار هشتغل بيها في البدايه، وبعد كده ممكن امسح. هسحب هنا بوتون والتاني، بالنسبة للبوتون الأول هاجي بالنسبة للنيم هنا وأقول له btn مثلا show
شو اوثرز؟ بالنسبة للتكست هيكون هو ده الخاص بالشو للاوثرز، هيعمل شو لجدول مين؟ المؤلفين. نفس القصة بالنسبة للبوتون التاني، هيكون التكست بتاعه شو بوكس، وهروح على النيم بتاعه هديله اسم بي تي ان شو بوكس. هو ده البروجكت بتاعي، فاضل ان انا اكتب الكود. طب احنا كتبنا الاكواد دي كذا مره قبل كده، ممكن ناخدها من اي بروجكت. يعني ممكن اجي على البروجكت بتاع مثلا المحاضره اللي فاتت، وهاجي على الجزء الخاص بالاكواد، هروح اعمل الامبورت كده كوبي بيست، واروح على الزرار بتاع شو اوثرز، هعمل بيست الاول سطرين وهكذا. الكونكشن كمان كذلك، هاخدها كوبي بيست. طبعا احنا عشان فاهمين الكلام ده انا بشتغل بالكوبي بيست. نفس القصة حتى الكود بتاع الشو، هاخده كوبي بيست وهبدأ طبعا ان انا اعدل فيه. اول حاجة بالنسبة للكونكشن، انا عندي الملف اسمه ايه؟ اسمه نيو لايبرري، اسمه نيو لايبرري. بس على فكرة المفترض يكون في نفس المكان بتاع ملف الدوت اكس اي، لانك انت شغال بالابلكيشن دوت ستارت باس. هروح اعمل سيف اول واقول له سيف، هخزن البروجكت بتاعي، هقول مثلا براوز على الديسكتوب عندي في بي 2010 بروجكتس. انا عملت فولدر كده اسمه في بي 2010 بروجكتس، واقول له اوكي واروح اعمل سيف. هاجي كده على الديسكتوب، ده الفولدر بتاع البروجكتس بتاعي، دبل كليك عليه، هو ده البروجكت بتاعنا فلتريشن يوزنج تو تيبلز. هروح على ديباج، مفيش عندي الملف بتاع الداتابيز، يبقى لازم اروح على ماي دوكيمنتس داتابيزز واخد الملف بتاع نيو لايبرري، اخده ايه كوبي. ارجع تاني للبروجكت بتاعي وابدا بقى اعدل، اسمه نيو لايبرري. بالنسبه للداتا جريد اسمها داتا جريد، خاصه بمين؟ خاصه بالاوثرز. بالنسبة لجملة select همسح كل ده واقول له select all from الجدول اللي اسمه authors. طبعا الجزء بتاع الكومنت ده انا مش محتاجه، هشيله. لو انت كمان محتاج تشيل ال begin transaction ملهاش اي لازمة خالص، على الاقل لحد الان هيكون اس كيو ال وكون، كل ده تمام. هيجي بقى على الجزء بتاع الشو الخاص بالداتا جريد. انا عندي اوثر اي دي، وهنا عندي اوثر نيم، والاوثر ميل، والاوثر فون. دي كل البيانات بتاعتي. الداتا جريد اسمها داتا جريد اوثرز، دي كده كل البيانات. المفترض لما اروح اشغل الملف يشتغل معايا. طبعا انا عندي باسورد، محدش ينسى ان انا عندي باسورد، واسم الملف زي ما اتفقنا بتاع داتابيز اسمه نيو لايبرري. لما اجي كده اعمل F5 المفترض الملف يروح يم معايا شو، هقول له شو للاوثرز. الحمد لله حصل شو للاوثرز.
وبنفس الطريقة عايز اروح اعمل الكود الخاص بشو بوكس. هروح الاول على شو اوثرز، هاخد الكود ده كده زي ما هو كوبي بيست، واروح على شو بوكس دبل كليك واعمل بيست وابدا اعدل في الكود. اول حاجه بالنسبه للداتا جريد ما اسمهاش داتا جريد اوثرز، اسمها داتا جريد بوكس. كل الاكواد زي ما هي ما عدا طبعا الداتا جريد بوكس هنا بدل الاوثرز. كل الاكواد زي ما هي ما عدا الجزء طبعا الخاص بالسيلكت، والجزء الخاص طبعا بالداتا جريد واسماء الحقول. فهنا هقول له بوكس، وبدل الاوثر اي دي هيبقى البوك اي دي، وهنا هيبقى البوك اوثر المؤلف بتاع الكتاب، وهنا هيكون البوك تايتل. اخر حاجة البوك برايس. يبقى انا كده عدلت في كل حاجة. هروح اعمل F5، هروح اعمل شو للاوثرز وشو للبوكس. كده البيانات بتاعتي تمام، مفيش اي مشكلة. طيب عايزين نعمل إضافة. أنا عايز لما أروح أعمل دبل كليك على الأوثرز تظهر الأوثرز بدون ما أضغط على الزرار اللي اسمه شو. طب هعمل الكلام ده إزاي؟ هروح على الديزاين، على الداتا جريد فيو بتاع الأوثرز دبل كليك، وهاخد الكود بتاع الزرار ده. يعني هاجي هنا على الكود بتاع الزرار دوت، بدل ما هو هيشتغل من خلال الزرار لا، هاخد الكود ده كده كات. تمام. لكن عندي مشكلة، الدبل كليك اللي انا عملتها على الداتا جريد مش هتنفع معايا. ليه؟ انا عايز اروح اختار ايفنت خاص بالدبل كليك بتاع الداتا جريد. يعني هاجي هنا واختار دبل كليك. طبعا دبل كليك لمين؟ للداتا جريد. دبل كليك اهي، ده الايفنت الخاص بالداتا جريد، لان انا مختار من هنا فوق داتا جريد خاصه بالاوثرز، ده بالنسبه لاسماء الكنترولز، وهنا بالنسبه للايفنتس. يبقى انا عايز اروح اعمل دبل كليك على مين؟ على الداتا جريد اوثر، وهشتغل بقى على الكود ده. هعمل بيست، يبقى الجزء الخاص بالدبل كليك على الاوثرز اللي انا عملته من شويه اللي هو الايفنت ده اللي اتنشا، انا مش محتاجه. عمل لي ايفنت انا مش محتاجه. وبالنسبه كمان للصب الخاص بالزرار برضو كمان مش محتاجه لو انت حبيت تلغيه. يعني ممكن تيجي كده وتقول له عايز شو اوثرز مش عايزه. طب لحد الان انا بعرض البوكس من خلال زرار. طيب وبالنسبه للاوثرز من خلال الدبل كليك، هروح اعمل F5، هعمل دبل كليك على الداتا جريد يظهر البيانات. هنا لا، هنا لازم من خلال الايه؟ الزرار. طيب لحد الان تمام. انا عايز اروح اغير في الشكل بتاع السيلكت. هقف على الداتا جريد، وكنا اخدنا قبل كده بروبرتي مهمه جدا اسمها السيلكت مود او السيلكشن مود، هندور عليها. انا كل ده واقف على مين؟ على الداتا جريد اوثر. عندي حاجه اسمها سيلكشن مود، هخلي السيلكشن يروح يسلكت على رو باكمله، يروح يعمل فول رو سيلكت. يعني لما اجي اعمل F5 كده واقول له دبل كليك، يظهر لي يعني لو وقفت على اي واحد فيهم، وقفت على الايميل يروح يعمل لي سيلكت على الرو كله زي ما انتم شايفين. اخدنا البروبرتي دي في الاول خالص في اول المحاضرات. طب دي فايدتها ايه؟ انا كل الهدف عايز لما اجي اروح اعمل سيلكت على شريف، حتى لو انا في اي مكان، يعني مثلا لو انا وقفت على واحد، يعني مثلا هنا عايز اجي اقف على ثلاثة، لو وقفت على ثلاثة هو يفهم ان انا رحت عملت سيلكت على محمد مش على ثلاثة. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح اعمل زرار كده، وليكن مثلا هاخد الزرار ده كده كوبي بيست، وده هيكون بمثابة زرار للتست، يعني بعد كده هلغيه. هيكون بمثابة زرار خاص بالتست. دبل كليك على الزرار ده
كل اللي هعمله هروح اعرف متغير. المتغير ده اسمه اكس، عبارة عن متغير سترينج. هروح اعرف متغير اكس، الاكس ده سترينج، وهقول له اكس روح خزن لي فيه ايه الداتا جريد بتاعة الاوثرز دوت سيلكت دروز اوف زيرو. اكيد احنا افتكرنا الكود ده، الكود ده احنا خدناه لما جينا نعمل ديليت، لما جينا نعمل ديليت من الداتا جريد. فهقول له اوثرز، طبعا داتا جريد اوثرز دوت سيلكت دروز اوف زيرو دوت سيلز اوف زيرو دوت فاليو. خدنا الكود ده بالظبط، وفي الاخر روح طلع لي مسج بوكس لمين؟ للاكس اللي انت خزنت فيها عملية السيلكشن دي. هروح اعمل اف 5 واروح اعمل دبل كليك على الداتا جريد، هيظهر لي كل البيانات. طب لو انا اخترت رقم 3 محمد وقلت له تيست، شايفين ايه اللي ظهر لي؟ انا ظهر لي 3، اذا هو راح عمل سيلكت على مين؟ على الاي دي. عايز تتاكد روح اضغط على مثلا 4 وقول له تيست، هيجيب لك 4. لا ده انا مش عايز اشتغل ب 4 و1 و2، مش عايز اشتغل بالاي دي، ده انا عايز اشتغل بالاوثر نيم. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ عادي جدا، بدل السيلز الاولى خليها السيلز الثانيه اللي هو العمود الثاني يعني. طبعا دوت فاليو هيروح يجيب لك القيمه بتاعتها، شريف واحمد ومحمد وهكذا. هروح اعمل اف 5 ودبل كليك على الداتا جريد الاولانيه، وهختار مثلا رقم 3 وهقول له تيست، هيجيب لك مين؟ محمد. يبقى انا كده شغال تمام. هقف على 1 واقول له تيست. على فكره مش لازم اقف هنا على الهيدر، ممكن اقف مثلا على الايميل، يعني ممكن اقف على الايميل بتاع ناجي. هو ده فايده السيلكشن الخاص بالفول رو، هقول له تيست لازم يجيب لي ناجي. طب انت هتستفيد من الكود ده في ايه؟ هستفيد من الكود ده ان انا ممكن اروح اعرف المتغير ده في منطقه الجلوبال فوق. يعني هاجي كده واروح اعرف اكس، هقول له ديم اكس از سترينج، روح عرف لي اكس ان هو عباره عن متغير سترينج. رحت عرفته تقريبا جنب الايه المتغير الخاص بالكونكشن في منطقه الجلوبال، منطقه الجنرال ديكلاريشن. طيب وبعد كده بقى المفروض الجزء الخاص بالشو دوت بتاع البوكس هعدل بقى فيه. هقول له ايه بقى؟ هقول له روح سيلكت من البوكس ماشي وير، لما يكون ايه بقى؟ واروح افتح 2 دبل كوتيشن ماشي استعدادا للي هكتبه. لما يكون الايه؟ انا محتاج الاوثر صح؟ لما يكون الاوثر نيم صح كده بي ايكوال اللي ما بين 2 دبل كوتيشن دول. عايز تتاكد من اسم المتغير اطلع على الكود اهو اسمه اوثر نيم، خده حتى كوبي بيست علشان ما يحصلش معانا مشاكل اهو. لما يكون الاوثر نيم بي ايكوال اللي ما بين 2 دبل كوتيشن. طب ما احنا اتفقنا لو عندنا 2 دبل كوتيشن هتعمل لي قبليهم 2 سنجل تمام، ويعمل لي كمان 2 كونكاتينيشن، واكتب الكلمه اللي انت عايزها اللي هي الاكس بس اللي انت خزنت فيها موضوع السلكت. هي دي كل القصه. طب وهي فين الاكس هنا؟ ما الاكس انا رحت عرفتها في متغير جلوبال فوق. طب وهي فين السطر بتاع التيست دوت؟ ده هنا ليه اي اهميه؟ لا كده ملوش اهميه، هاخده كده كات وهشيل بقى التعريف والحاجات دي كلها. انا كده كان الكلام ده عباره عن بس مجرد تيست يعني. وهرجع تاني بقى للجزء بتاع الشو بوكس دوت، هروح احط الكود ده مثلا فوق خالص، اخليه في مكان لوحده كده في الجزء ده، علشان انا عارف ان الكود ده الاكس ديت فيها السلكشن اللي انت رحت عملته منين؟ من الاوثر. على فكره انت شغال في الجزء بتاع البوكس عشان محدش يتلخبط، انا شغال في الجزء بتاع البوكس، زرار الايه البوكس، ولكن الزرار ده هيروح يجيب لي السلكشن من الايه الاوثرز تمام. وادي الاكس اهي، لما روح اعمل سيلكت اول من البوكس، روح هات لي كل البيانات بتاعه البوكس،
لما الاوثر نيم بيكوال شريف. طب وهي فين شريف هنا؟ ما هي الاكس اللي انت رحت عملت لها عمليه سيلكت اهو. هو ده لغز البروجكت بتاعنا. الاكس بيكوال داتا جريد اوثرز دوت سيلكتد روز للزيرو دوت سيلز اوف 1 دوت فاليو. وطبعا الكود ده شرحناه قبل كده لما جينا نعمل ديليت. هروح اعمل اف 5 وبعد كده اروح اعمل دبل كليك عشان اعمل شو للاوثرز، واقول له مثلا انا عايز اختار محمد واقول له شو. عمل لي مشكلة no value given for none more require. يبقى واضح ان في مشكلة، تعال نحلها. انت هنا شغال على الاسر نيم. طبعا لا، انا مش حاسس اسمها اسر نيم داخل بوكس، في حاجه اسمها بوك اسر. انا كتبت اسم الجدول غلط، مفيش حقل ابدا اسمه اسر نيم داخل الجدول اللي اسمه بوكس، عشان كده هو بيدور في مكان غلط. انا بروح ادور على كل البيانات، بروح اجيب كل البيانات من الجدول اللي اسمه بوكس، لما الاقي الحقل اللي موجود طبعا داخل بوكس اللي اسمه بوك اوثر بيساوي الاكس، هروح اعمل اف 5 واعمل دبل كليك هنا، وبعد كده اروح اقف على محمد واقول له شو. جاب لي محمد. هقف على احمد واقول له شو. هقف على شريف واقول له شو. برضو المسألة مش كويسة، ليه؟ لازم اقف هنا وبعد كده اعمل كليك على البوتن. مفيش حاجة افضل، في حاجة افضل الا وهي ايه؟ عندي كمان ايفنت خاص بالداتا جريد ديت، عندي ايفنت خاص بالداتا جريد بتاعت الاوسر ممكن نستفيد بيها. يعني ممكن اروح اجيب الكود بقى اللي انا اشتغلته داخل الشو بوكس ديت، هجيب الكود ده كده زي كده زي ما هو، هاخده كات، يبقى اصبح الزرار ده كده ملوش اي لازمه. وهاجي هنا على الاوسر دبل كليك، ولكن زي ما اتفقنا مش محتاج الايفنت ده. امال انت محتاج ايفنت اسمه ايه؟ اسمه سيل. دور على كلمه سيل، اسمه سيل كليك. اول ما اعمل كليك على السيل، هي دي كل القصة، وهكتب الكود هنا. هروح اعمل في كنترول في، وما تنساش انك انت طبعا تكتب الكود داخل الداتا جريد اوثرز اندر سكور سيل كليك لما تروح تعمل كليك على الخلية. هاجي هنا طبعا، ده انا مش محتاجه وده كمان مش محتاجه. هروح اعمل اف 5 دبل كليك هنا، هقف على احمد يجيب لي بياناته، هقف على شريف يجيب لي بياناته، هقف على محمد يجيب لي، وهكذا. ناجي يعني مثلا شريف ألف 3 كتب، واحمد ألف كتابين، ومحمد ألف كتاب، وناجي ألف كتاب. هو ده كل القصة. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.